جالنا تشكيل نادي الاهلي النهارده. طبعا مصطفى شوبير لحراسه المرمى، خط الدفاع احمد فتحي ناحيه اليمين، اثنين في القلب حمدي فتحي وياسر ابراهيم، وناحيه الشمال محمود وحيد، في نص الملعب جونيور اجاييه، اليو ديانج، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، واثنين قدام مروان محسن واليو بادجي. هنقوله مره ثانيه: مصطفى شوبير، احمد فتحي، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، محمود وحيد. قدامهم اربعه: اليو ديانج، محمد مجدي قفشه، في النص على الاطراف حسين الشحات، جونيور اجاييه، قدام مروان محسن، اليو بادجي. البدلاء: محمد هاني، جيرالدو، محمد شكري، عربي بدر، محمد فخري، حمزه علاء، محمود كهربا. بدلاء مره ثانيه: محمد هاني، جيرالدو، محمد شكري، عربي بدر، محمد فخري، حمزه علاء، محمود كهربا. كاب شريف، انا قلت هرجع لك ثاني يا كابتن عادل، وده القصد من سؤالي اللي انا قلته. يعني مثلا انا قلت على طريقه اللعب، بتكلم دلوقتي يا كابتن شريف على تشكيل النادي الاهلي. واضح ان هو الراجل النهارده مستر فايلر هيلعب باثنين راس حربه، وده اللي كان قصدي في السؤال اللي انا قلته للكابتن، وده اللي انا برضو كنت يعني بتمنى ان عادل يرد عليا. هل النهارده هيفتح الخط ان هو يعمل شكل هجومي قوي جدا ويضغط ويعمل زي الماتش اللي قبل اللي فات؟ ضغطنا 7 دقائق خلصنا الماتش في اول 10 دقائق. الماتش اللي فات سيبنا طنطا تستلم وعملوا شكل وجاي اتاخرنا في احراز الاهداف، جالنا جول وما اتحسبش. حكايه ان انا بتكل على الوقت في اي وقت ان انا اخلص المباراه، كل الفرق بالنسبه لي بقت شكل واحد. كل اللعيبه اللي انا شايفها في الملعب شكل واحد. كويس. اسلوب التنفيذ بقى النهارده بلعب بقى بسوليه، بكل الناس اللي مش موجوده، خدت بالك، بوليد سليمان نفس الشكل يا كابتن ايمن. ما كنتش هضغط على الخصم من اول مباراه واخلص المهمه بتاعتي، وبعد كده الاقي الفنيات العاليه بقى اللي انا بعملها، الاقي الانطلاقات اللي جايه، الاقي الثقه اللي بتبقى عند لعيبه النادي الاهلي، فيدوك اداء ويدوك نتيجه. هو ده بس الشكل اللي انا بتمناه. بس في حاجه الضغط على الخصم. كويس. بس في حاجه كابتن شريف، انا ممكن الاعب واحد مش في مكانه زي ما قال الكابتن عادل قبل كده. يعني انا ممكن مثلا سولية مش موجود، فالوضع الطبيعي اللي الناس كلها بتقول مثلا فلان هو اللي هيلعب. كويس. ده يقدر يؤدي دور السولية في غيابه. مظبوط. حلو. انما اللي احنا بنتكلم عليه بعد كده، انت بتقول اي حد ينزل ينفذ في مراكز، في مراكز مش اي حد ينزل ينفذ. كويس. المطلوب من اي حد هيلعب في اي شكل من الاشكال من اللعيبه دي، اللعيبه دي كلها زي بعض، كلها انا مش شايف في فوارق كبيره قوي. الفنيات بتاعتهم الفرديات بتعوض يا ايمن اي شكل موجود جوه الملعب.